وفي الحديدة واصل طيران العدوان السعودي تدمير كلية الطب بخمس غارات، واستهدف بثلاث غارات أخرى ساحل الكثيب شمال مدينة الحديدة. التدمير للصروح العلمية لا يزال مستمر من قبل دول العدوان. كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الحديدة كانت اليوم على موعد جديد لغارات الطيران السعودي الذي سبق وأن قصفها في شهر مايو من العام الماضي، ليدمر اليوم ما تبقى فيها من القاعات الدراسية. المباني العلمية، ما يدمره غير المباني العلمية فقط أو المواطنين. في هذا اليوم يوم الاثنين تم اليوم قصف في مبنى جامعة الحديدة كلية الطب للعلوم الصحية، وهذه شظاياهم، ودمروا المبنى الذي كان فيه طلاب كلية الطب يدرسون، وهذا في يومنا هذا يوم الاثنين. استهداف كلية الطب بست غارات يدلل على أن دول العدوان تحارب اليمن في شتى مناحي الحياة، ومنها المجال التعليمي الذي دمرت بنيته التحتية في عموم محافظات الجمهورية، ومنها محافظة الحديدة التي سبق وأن استهدفت فيها عدد من الكليات والمدارس. مثل الآن احنا في كلية الطب، يعني هذا عدوان بربري، لا يريد الطلاب والطالبات أن يتعلموا، لا يريد الشعب اليمني أن يتعلم. كل شيء تدمر هنا في هذه الكلية، إلا أن عزيمة الطلاب وحبهم للتعليم لن يستطيع العدوان بصواريخه أن يدمرها، فالطلاب سيظلون يتعلمون رغم الألم، ولن تثنيهم همجية العدوان بل ستزيدهم إصرارا، وسيواجهونه بأقلامهم وكتبهم. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة.